تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله برقيه تعزيه ومواساه من معالي السيد كي بي شارما اولي رئيس وزراء النيبال اعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في وفاه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رحمه الله